الحمد لله تاع اليوم لا لا غير فمك قبل ما تكتب. 92% تاع اليوم. نعم. 22.4 في 90 على 100. ايوا. من بعد في الضابطات. الشيخ الجاي. شعر بخير. تلقاها حول المتر بار مينيت. حول المتر بار مينيت متر بار سكوند يعني 6 سكوند باسكو المسافة صغيرة. ماشي. دير. دير 22.4 كي تجبد 90% تاع الديابة مثلا تلقى المونتاج ديرها في 1000 تقسم لها 63. ايوا. اللي تلقاها دير 400 تقسيم. تقسيم الضابطات اللي تلقاها. Que 68 secondes, que tu as un très rapide. Oui, secondes. Ah. في 85 قسموها على 100 قسم 100 نلقاو الناتج 19.4 كيلومتر في الدقيقة على الساعة هذه سرعة ساعة المهم هذه 85% ساعة درك باش نلقاو المدة الزمنية اللي لازم اللي نستغرقوها باش نقطعوا المسافة تاع 600 متر لازمنا نحولوا هذه نحولوها الى الدقائق ديروا 19.4 كيلومتر بعد ضربوها في 1000 قسموها على 60 ناتج 4.4 الوقت قد 7 دقائق 31 ما بين تقدر تشرح نعم تساوي 100% حنا نخدمو 55% 22.4 نقسموها على 100 تخرج لنا النتيجة نعم منتج لا منتج ومن بعد نضربوها في 1000 ونقسموها على 60 تخرج لنا النتيجة ايوا كي تخرج لنا النتيجة هذه 1500 قسموها على النتيجة اللي خرجت لنا تخرج لنا 7.3 شكرا وش اجري؟ والمسافة راح تجريها؟ 100 متر نعم، واش هو النسبة المئوية تاعها؟ النسبة المئوية تاعها هي ان نلقاو بورسنتاج قد النسبة المئوية راح يجري بها 800 متر؟ النسبة المئوية هي 75 خلاص 75 قد الوقت؟ الوقت تاعها هي 16.6 اعطيني الوقت اللي راح يجريه 800 متر فقط بالدقيقه هو 280 متر اعطيني الوقت وحط لي الوقت حاول كيف تشرح لي مباشره حط لي الوقت مباشره الوقت هو 3 مترات الوقت اللي راح يجري به 800 متر في 75% قدام الوقت اللي راح يجري به 800 متر كي درت الحسابات كاملة خرجك الناتج ولا ما خرجك الناتج؟ 800 متر قد راح يجريها؟ 1000 متر في 60% جراوها 4 دقائق 600 متر في 85% جراوها 2 دقيقتين 400 متر في 90% جراوها دقيقة أنت 800 متر قد راح تجريها أنت في 75%؟ 3 دقائق
حط 3 دقائق حط ها حط 3 دقائق They have service.